مساء الخير، نورتي في قناتي وقناتكم. كديرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير هانين ان شاء الله يا رب. هذا الفيديو يلقاكم كلكم على خير وبخير وعلى احسن حال. مرحبا بكم لفيديو جديد اليوم. ان شاء الله غادي نشارك معكم واحد الشكل زوين تبارك الله ما شاء الله ديال البيتزا. عجبني وقلت علاش لا ما نشاركش مع نورتي. ان شاء الله كنتمنى يعجبكم. غادي نبدا على بركه الله. المكونات اللي غادي نحتاج عندي هنايا بالنسبه للحشوه فلفله خضراء وصفراء وحمراء والسردين، وعندي هنايا البصله وجدتها شحرتها في شويه زيت الروميه شويه الملح شويه البزار. ها هي واجده، هذه هي الحشوه باش غادي نعمر البيتزا. وغادي نوجد معكم العجين اللي كتجي رائعه بزاف، عجبتني بزاف انا بهذه المكونات باش غادي نوجدها. كتجي رطبه وكتجي هشيشه، يمكن لينا نوجد بها اي نوع من فطائر ولا بيتزا. كتجي زوينه وسهله. غنوجدها ان شاء الله بنسيتر الحليب دفيته، وعندي هنايا نص كاس ديال الزيت وكاس معمرش ديال الزبده مذوبه. عندي هنا معلقه سنيده، معلقه ديال الخميره سريعه الذوبان، وتقريبا نص معلقه ديال الملح والدقيق. بطبيعه الحال كناخذ الدقيق فورس ديال الحلوه على حسب الخليط. دابا درت معلقه ديال سنيده ومعلقه ديال الخميره. غادي نضيف الحليب، غادي نحرك مزيان باش تذوب لي هاد الخميره. وبعد ما تذوب الخميره غادي نضيف الزبده والزيت والدقيق على حسب الخليط، وغنجمع العجينه وغادي نخليها ان شاء الله حتى ترتاح مزيان، عاد غادي ندلكها. ها هي العجينه ديالي بعد ما دلكتها مزيان وخليتها حتى ارتاحت. بطبيعه الحال ما غاديش نستعملها كلها في بيتزا واحده، قسمتها. دابا دلكت في الطاوه فاش غادي نعمر البيتزا، دلكتها وحطيت عليها هكايا طبصيل كما كتشوفوا معايا. الطبصيل هو باش غادي نشد العبار
باش نقطع هكا في الجنب هاد الشرائط كما كتشوفوا معايا شوية بشوية. بعد ما كملت تقطع ديال الشرائط هكايا في الجنيبات كما كتشوفوا معايا، غادي نبدا نشكل هكا الشكل ديال الضفيره لهذه الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا، كتجي زوينه وسهله. كنحط واحد على واحد، يمكن لكم هكايا في الجنيبات ديروا شي حاجه، اي حاجه بغيتوا ديروها. كتجي على هذا الشكل كما كتشوفوا معايا على شكل الطفره، كتجي زوينه ما شاء الله. دابا راه عمرتها، درت شويه البصله شويه السردين وزوقتها كي بالفلفله الصفراء وخضراء وحمراء وبشويه ديال الزيتون شويه الفرماج، ودهنتها في الجنيبات بشويه ديال الصفر البيض مع الخل ودخلتها الفرن. دابا راها واجده كما كتشوفوا معايا، كتجي رائعه وسهله، كتوجد دغيا دغيا، كتجي زوينه في الشكل تبارك الله ما شاء الله، كتجي رائعه كما كتشوفوا معايا. كنتمنى البنات انكم استفدتوا معايا وجربوا هذه البيتزا، كتجي زوينه ما شاء الله وسهله. كنتمنى انكم استفدتوا معايا، شكرا لكم على مشاهدتكم وعلى مشاركتكم في القناه وعلى التعليق الرائع ديالكم، باش كتفرحيني دائما. وإلى اللقاء في شيء جديد إن شاء الله، فلوق جديد روتين جديد، إلى اللقاء.